معي من القامشلي عبر الهاتف العميد حسام العواق، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. إذا مجلس المدني اليوم سلمتموه الرقة، هل يمكن أن نعرف القليل عن هذا المجلس؟ وطبعا تحديات كثيرة اليوم بعد مهمة جديدة أعلنتم طبعا اليوم، البنى التحتية، النازحين. صحيح، أولا تحية لك وللمشاهدين. أهلا وسهلا. أتكلم الآن من مدينة الرقة. أهلا وسهلا. الوضع عندنا جيد جدا. مجلس الرقة المدني تم تشكيله منذ فترة سابقة، وهذا المجلس هو من يدير الأمور المدنية وكذلك شؤون اللاجئين وعدة أمور أخرى تتعلق بالأمور الأمور الحياتية للمواطنين وكذلك للاجئين. هذا المجلس اليوم طبعا يتكون من عشائر ومن جميع المكونات العربية والكردية والآشورية والسريانية والترجمانية، وهم الآن سوف يتسلمون إدارة مدينة الرقة وكذلك فيما يتعلق في إعادة الحياة لهذه المدينة التي طبعا قام تنظيم داعش بتدمير عدد كبير من أحيائها ومن أجزائها، كما قام بقتل عدد كبير من أبنائها. طيب سيادة العميد، ما دوركم أنتم في هذه الفترة القادمة ما بعد تحرير الرقة وتسليمها للمجلس المدني؟ كيف ستساهمون أنتم في موضوع التحديات هذه، خاصة كما قلت بعد الدمار الكبير الذي أحدثه داعش؟ طبعا هنالك لدينا منظمات إنسانية وإغاثية، الآن لدينا 192 منظمة مسجلة في تابع الأمم المتحدة، سوف تساعدنا في إدارة عدد كبير من الأمور خاصة فيما يتعلق بموضوع التعليم والتربية، كذلك هنالك أمور أخرى يتكلف فيها عدد من اللجان فيما يتعلق بإعادة الأعمار، إعادة الحياة إلى المدينة، ومن ثم نقوم بتأهيل هذه المدينة لكي يعود أهلها والمدنيين إلى داخل الرقة ويمارسوا حياتهم الطبيعية. أنا أشكرك جزيلا. من مدينة الرقة سيادة العميد حسام العواق، عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية.